معلمة من ديتريوت تطرد من عملها بعد تفريقها تجارا بمكنسة. اندلع شجار كبير في صف تيفاني آيتون ولم يترك لها خيارا إلا أن تتحدث بلغة ميشيغان. ليزا قامت بضرب أحد المتعاركين بمكنسة لتوقف الشجار. لكن حسب إدارة المدرسة كان عليه الاتصال بحراس المدرسة فقط. ولتستريح وتشاهد القتال الذي كان يخلف أكثر من جريح بينما يأتي الحراس، معلمة سابقة تعاطفت مع تيفاني والآن لديها أكثر من 1500 توقيع على عريضة لإعادتها إلى العمل. حقا إنك شجاعة يا تيفاني،